اللي بعده يلا بينا. أبو تريك من الشخصيات الجميلة جدا وبحبها. ممكن كون اختلفت مع بعض الشيء، بس اختلفت مع ليه؟ كان ناحية سياسية مش أكتر. بس عملت إيه لما اختلفت معاه؟ أنا كان ساعتها أنا نزلت رسالة ليه، قلت له نبعد عن السياسة هتخسرك كتير قوي. ما أنت بتفهم في السياسة يا إبراهيم؟ لا ما بفهمش فيها، ما بتكلمش فيها. طب أنت مالك بيه؟ أنا أبو تريكة من الشخصيات اللي أنا بحبها فعلا، مش بجد، وعلى فكرة من الشخصيات الجميلة جدا، ومن الناس اللي كنت أبو تريكة كان في الملعب كان بيديني اطمئنان. يعني أنا واحد كان بيديني اطمئنان في الملعب. لا بصراحة يعني هو كشخصية جميلة، بس في ناس اختلفت مع سياسية، أنا من ضمن الناس اللي اختلفت مع سياسية. أما كأبو تريكة كيان كبير، عمل للنادي الاهلي، عمل لمنتخب مصر، رمز من رموز الكره المصريه. رد عليك بايه لما قلت له بلاش نتكلم في السياسه؟ كان حصل عتاب بسيط يعني. لا لا ما كان عتاب، لان احنا اتقابلنا بعديها. هو رد عليك ولا ما؟ لا اتقابلنا بعديها، وبصراحه كان الموضوع كانه ما حصلش حاجه يعني. ما ردش يعني حاسس ان انت بتقول اي كلام وخلاص. لا انا على فكره انا ما كنتش يعني، النقد ما كانش قوي يعني. الموضوع ما كانش بالشكل اللي وصل للناس خالص. انا اختلفت معاه سياسيا، لان هو برضو ابو تريكة ما شاء الله ليه جماهيريه كبيره جدا وليه احترامه، فما كنتش حابب ان هو يخش في القصه دي. يلا نشوف.